نعم صلاح، هناك طمأنات أيضا وتطمين من وزيرة الطاقة الفرنسية التي قالت في أحدث تصريحاتها بأن عملية قطع الغاز الروسي وواردات الغاز الروسية لن تشكل خوفا كبيرا على فرنسا، لأنه بحسب وزارة الطاقة الفرنسية فقد استطاعت باريس ملء مخزونها والوصول بعتبة الغاز لهذا الشتاء إلى أكثر من 90%، ومن المتوقع بأن تصل النسبة إلى 100% في نوفمبر القادم، وبالتالي فرنسا أمنت نفسها بشكل جيد على الأقل على المنظور القريب. ولكن المخاوف حاليا في فرنسا وأوروبيا هو المنظور البعيد، إلى أي مدى يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجد بديلا عن سوق الطاقة والغاز من موسكو، خاصة وأن الرئيس الفرنسي كان قد قال مرارا بأن الرئيس فلاديمير بوتين يستخدم الطاقة كسلاح ضد أوروبا وكعملية استفزازية أيضا في هذه الحرب. وبالتالي أيضا أريد أن أشير هنا إلى قضية مهمة، هي أن فرنسا لديها الغاز الحيوي أو الغاز الأخضر والطاقات المتجددة، وهي رائدة في هذا المجال. هناك توجه أيضا فرنسي جديد إلى ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة. هذا القطاع لا يزال خجولا نوعا ما، لا يزال الاعتماد عليه لا يتجاوز 3%، ولكن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن فرنسا لديها نية في الاعتماد على الغاز الحيوي بشكل أكبر في السنوات القادمة، وقد تم توسيع عدد المستثمرين في هذا القطاع ما بين 2021 و2022، وبالتالي هناك طريقة جديدة واستراتيجية لمحاولة تأمين جميع احتياجات فرنسا من مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا. يعني كما ذكرت، على المنظور القريب الوضع آمن، ولكن على نعم المنظور البعيد التحديات كبيرة. وأيضا هناك معلومة مرتبطة بالزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر. وزارة الطاقة الفرنسية ذكرت بأن شركة إنجي العملاقة للغاز تجري مباحثات حاليا منذ أيام مع شركة سوناتراك العملاقة في الجزائر، من أجل أيضا تباحث كيفية تقديم يعني إمدادات إضافية من الغاز من الجزائر إلى فرنسا. يعني على المنظور نعم القريب يمكن أشكرك. الحديث عن طمأنة نسبيا في البلاد، ولكن كما ذكرت التحدي هو على المنظور البعيد. نعم صلاح. شكرا.